بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا بالمحاضرة السابقة، الفيديو السابق، اللي حد هذه الورقة اللي هي شرحنا بها الـ F، اللي هي عبارة عن الـ Force Acting Along a Cascade Per Unit Length. وخذنا وعرفنا أنه آخر كلمة قلناها أنه الـ S هي تساوي لنا الـ Pitch، اللي هي المسافة بين الرشتين. نكمل إن شاء الله ما وصلنا له بالمحاضرة السابقة. عندنا السي دي، السي دي اللي هو احنا سابقا اخذنا الدي، الدي اللي هي كانت سميناها دراج فورس، كانت تساوي لنا نصف الرو في الفي تربيع في السي سمول في منو في السي دي، السي دي اللي هو يسمونه سميناه دراج كوفيشنت. دراج كوفيشنت اكيد هو عباره عن القوه على اليمن على النصف رو الى اخر نصف رو في تربيع في السي. من خلال مجموعه من المعادلات نوصل الى معادله جديده او معادله نهائيه للسي دي، سي دي بي. سي دي بي هذه هو الدراج فورس طبعا، لا الدراج كوفيشنت هو عباره عن الاس على السي، السي عرفناها هي البتش المسافه بين الريشتين، والسي اللي هو عباره عن الكورد اللي هو طول الوتر للريشه. الدبليو داش هذا عباره عن شنو سميناه الاستاجنيشن بريشر لوس، اللي هو البي او ناقص بي او، بي او 2 ناقص بي او 1 على نصف رو في الفي اي تربيع، الفي اي تربيع كوساين تكعيب الالفا ام. زين ايضا السي ال اللي هو سميناه ليفت كوفيشنت، ليفت كوفيشنت يعني معامل الرفع، معامل الرفع هذا يساوي لنا 2 في الاس على السي، وعرفنا شنو الاس وشنو السي، تان الالفا 1 ناقص تان الالفا 2 في كوساين الالفا ام ناقصا السي دي بي اللي هو هذا تان الالفا من هو الالفا ام. عندي سي دي بعد اضافي، يعني هذا سي دي اولي، هذا هاي البي طبعا بالمناسبه هاي البي معناته البرايمري يعني البدائي، سي دي يعني يسمونه برايمر دراج كوفيشنت. هذا السي دي بي قلنا نطلع من خلال هاي العلاقه وبعد ونستفاد منه حتى نطلع السي ال. عندي بعد سي دي اضافي اخر، يعني معامل ادراك اخر يسمونه الانيولاس ادراك كوفيشنت، هذا يسمونه اسمه السي دي اي. سي دي بي هاي كانت برايمر، هاي سي دي اي يعني الانيولاس ادراك كوفيشنت اللي هو بوينت او 2 اس على الاتش، الاتش هو ارتفاع الريشه، الاس المسافه بين الريشتين. عندي بعد اكو اضافي دراج كوفيشنت، دراج كوفيشنت يسمونه السكندري لوسز، بسبب السكندري شنو لوسز الخسائر الاضافيه، هذا قيمته البوينت او 18 في السي ال شنو تربيع. فايش كم دراج كوفيشنت صار عندي؟ ثلاثه، سي دي بي، سي دي اي، سي دي اس، هذول مجموعهم ثلاثتهم ينطيني السي دي المحصله مالتهم او ما يسمى بالتوتال لكل الاستيج. فالستيج اوفرال دراج كوفيشنت از يعني معامل، المعامل الكلي لمن؟ للدراج للمرحله كامله، يساوي ان السي دي يساوي ان السي دي بي زائد سي دي اي زائد سي دي اس، كل واحد وقانونه، فبالتالي احصل على السي دي، ومن هذا السي دي اقدر اطلع شنو؟ اطلع الدراج فورس. الدراج فورس يسمونها ستيج دراج فورس، يعني قوه الدراج المن لكل المرحله. دراج فورس نصف الرو في الفي واحد تربيع في السي سمول في السي دي اللي هو هذا مجموع السيديات في النمبر اوف بليدز في عدد الريش، لان هذا القانون اللي حكينا عليه مال مسافه مال ريشه واحده، فينضرب في مجموعه من الريش في عدد الريش ينطيني الكل الدراج مال كل المرحله. بعد اما الباور، لان يعني هسه احنا قلنا ذا ستيج دراج فورس اند باور لوس، هذا الباور لوس خسائر القدره هو الدراج فورس هذا اللي حسبته من هذا القانون في الفي 1. الريشه تتعرض الى فد اجهاد معين اسمه سنترفيوجال تنسايل ستريس، اجهاد الطرد المركزي. شايف الريشه شلون مرتبطه بالجزء الدوار؟ فتتخيل الريشه تطق من منطقه الاتصال بينها وبين الدولاب اللي مرتبطه به اللي يدور، فبالتالي شو يصير بها؟ يصير بها طرد مركزي، تنطرح او تطفر نحو الخارج خلينا نقول، فبالتالي شنو؟ بالتالي يصير بها اجهاد اسمه اجهاد الطرد
المركزي، هذا جهاز الطرد المركزي يرمز إلى بالسيجما سي تي، طبعاً ماكسيموم. سيجما سي تي، سي معناته السنترفيوغال، والتي معناته التنسايل ستريس. قانونه الماكسيموم طبعاً أعلى قيمة له. قانون 2 باي في الان تربيع، انتبه هاي الان بالريفوليوشن بير سكند. في الروبي، هاي الروبي الماتيريال اللي مصنوعه من عند الريشه، كثافه هذا الماتيريال هو هاي الروبي، لان هي عباره عن density of blade او blade density of material. density of material of blade او density of blade material، الكثافه لمعدن الريشه في الاريا. إذن الروبي is the density of the blade material. الـ A is the annulus area and N is the rotational speed in revolution per second. انتبه مو revolution per minute، revolution per second. الروتر أحيانا، يعني هذا الريشة المتحركة أحيانا يكون شكلها تيبر، يعني صايرة شلون شبه منحرف، يصير شكلها تيبرد يعني مسلوبة من منطقة عريضة وتبدي من منطقة ثانية أرفع. فإذا كانت مصنوعة الريشة من تيبرد، يعني شكلها من تيبرد مسلوب، يعني هو يقول تيبرد بليد، شي يصير عندك؟ يصير عندك الكورد آن ثيكنس فروم تيب تو شنو تو أريا، يعني النسبة مال الكورد والثيكنس، هسه سواء كورد او شنو او ثيكنس، النسبه مالتهم بين المنطقه الجذريه للريشه، يعني من الجذر مالتها بالروت المن الى التوب، الى منطقه التب مالتها، الى القمه مالتها. فهاي النسبه، نسبه قيمه التب الى الروت، يعني ثيكنس فروم روت تو شنو تو تب. فهاي شوف، هاي التي معناتها التب، وهاي الار معناتها شنو، معناتها الروت. هاي النسبة إذا كانت الريشة تيبر تصير محصورة بين ربع وشنو وثلث. بالتالي يصير عند الإجهاد مالتها سيجما سي تي الماكسيموم هو 4/3 في شنو، في الباي في الان تربيع في الروبي في الاي. عندي فتشي اسمه الروثالبي، وعندي فتشي اسمه الريلاتيف انثالبي. الروثالبي هو شنو الاي؟ الروثالبي هو شنو الاي؟ شلون احنا نقول امثال بالاتش؟ هسه عند الروثالبي هو الاي. الروثالبي اللي هي الاي قانونها الستاجنيشن انثالبي، يعني الاتش نوت ناقصا اليو في السي دبليو. نعرف اليو سرعه الريشه الخطيه، ونعرف السي دبليو اللي هو المركبه، خلي نقول الأفقية المماسية بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى السرعة. خلي نجي هسه نفسخ مثل ما نقول. كل نوت، يعني كل ستاجنيشن، هو عبارة عن الستاتيك زائد نصف الرو تربيع، قصدي نصف السرعة تربيع على 2 سي بي، مو هيك نقول؟ أو يعني 1/2 سي بي في السي تربيع، في السرعة تربيع. واحد راح يسألني يقول يابا افتهمنا الاتش نوت هي اتش زائد نص 1/2 سي بي في السي تربيع. ليش؟ لانه عندي نوت بدلاله الاستاجنيشن الاستاتيك. زين شو السي بي؟ ما هي السي بي؟ هذا القانون اللي نحط به السي بي لما نشتغل درجات حراره تي، لان التي هي جاي، لان الاتش هي جايه من من التي في السي بي، من التي في السي بي. فبالتالي لانه انا دا اشتغل اتشات فما احط سي بي، على اعتبار انا ما عندي درجات حراره، ناقصا اذا ال H نوت هي H زائد نصف السي تربيع ناقصا اليو في السي دبليو. هل نجي بعد نرتب فيما يخص السي، سي دبليو هي عبارة عن ال في دبليو زائدا شنو اليو. شنو هي ال في دبليو؟ تتذكرون المثلث سابقا كان ب بيتا وبي سي وبي الفا وبي في. الفي السي كانت سرعة الغاز، واليو سرعة الريشة، الفي كانت السرعة شنية؟ السرعة النسبية بيناتهم. فالسرعة النسبية مثل ما اكو السرعة الها سي اي والها سي دبليو، الفي همينة الها في اي وفي دبليو.
فالفي دبليو هي هاي المركبه الافقيه او المركبه المماسيه للسرعه النسبيه لانه في. فكل سي دبليو هو جاي من الفي دبليو زائدا شنو اليو. ايضا هنا أنا هاي السي راح ابدلها بمن بيو زائدا شنو الفي دبليو، اليو زائد الفي. فالسي تربيع معناتها اليو زائدا الفي دبليو سد القوس تربيع، زين صار عندي قوس تربيع يعني مفكوك. فشي يصير مربع الاول زائد مربع الثاني زائد اشاره يعني زائدا ضعف الاول في الثاني، هي هاي اشاره الوسط ضعف الاول في الثاني، يعني اثنين في الاول اللي هو اليو في الثاني اللي هو الفي دبليو. اوكي هسه راح اوزع النص على هذا القوس، يصير نصف اليو تربيع زائد النصف الفي تربيع زائد النصف في اثنين يبقى بس واحد يو في الفي دبليو ناقص. نوزع اليو هنا نصير في يو في الفي دبليو زائد اليو في شنو في اليو تربيع قصدي، هاي اليو في بالناقص وهاي اليو في بالموجب. تقول والثنين اقول لك مضربناها في النص، فراح تروح هاي ويا هذه، هذه ويا هاي، شو بقت؟ بقت يو تربيع. فتوزع النص صارت نص يو تربيع ناقص اليو تربيع صارت ناقص النص يو تربيع، وهنا أنا نصف في الفي تربيع وهاي الاتش واضحه زين، ناقص نصف اليو تربيع هذه اتش زائد نصف في تربيع الفي شنو مو السرعه النسبيه، نعم ما طول هاي السرعه النسبيه، معناتها هذا كله شيء يمثل اتش زائد نصف الفي تربيع مو اتش نوت، بس لانه حطيت السرعه تربيع السرعه التربيع يا هي السرعه حطيت السرعه الريليتيف لانه في، فمعناتها هاي الاتش نوت هي من هي الريليتيف، فهاي الاتش نوت ريليتيف، هاي الار اي ال الريليتيف معناتها. شيء ثاني الروثالبي مال الاثنين هو نفس الروثالبي مال الثلاثه، اي 2 يساوي اي 3. وصلنا لشيء مهم جدا اللي هو الديجري اوف رياكشن. الديجري اوف رياكشن حسب تعريفها هي النسبه بين الروتر ستاتيك بريشر ريدوس ريدكشن على الستيج ستاتيك بريشر ريدكشن، يعني هي التغير بالضغط الاستاتيكي بالروتر، الروتر اللي هو بين من وبين من، بين اثنين وبين ثلاثه، على التغير بالستاتيك بريشر للستيج، الستيج يعني من واحد الى ثلاثه. فقان صار قانون الديجري اوف رياكشن بي 2 ناقص بي 3 لان الروتر يصير بين الاثنين وثلاثه على بي 1 ناقص بي 3. ليش بي 1 ناقص بي 3؟ لان الستيج والستيج بين واحد وبين ثلاثه. يعني ايضا قانون اخر للاي مو بدلاله الضغوط بدلاله التيات هو تي 2 ناقص تي 3 على تي 1 ناقص تي 3. اروح ابحث شو تساوي للتي 2 ناقص تي 3 وروح ابحث شو يساوي للتي واحد ناقص تي ثلاثة حتى اجيبهم واكتشف قانون جديد. زين احنا ندري انه السي ثلاثة تساوي السي واحد والسي اي تو يساوي السي اي ثلاثة ويساوي لنا السي اي. زين الشغل ندري بيه شو يساوي انه مو السي بي في التي او واحد ناقصا التي او ثلاثة لو لا. خوش. بنفس الوقت مو يساوي لنا السي بي في التي واحد ناقصا تي ثلاثة. زين واحد راح يقول زين يابا ما يخالف امنتوا بالله، وين وديت شو اسمه؟ وين وديت شو هاي تي نوت هنا سويت لي اياها تي واحد؟ التي واحد هي مو تساوي لك التي او واحد، مو تساوي لك تي واحد زائدا سي واحد تربيع على اثنين في السي بي. زين الثلاثة هي ايضا تي ثلاثة زائدا السي ثلاثة تربيع على اثنين سي بي. احنا مو قلنا السي واحد والسي ثلاثة مساويات، فراح يروح يختصر الحد اللي هو سي تربيع على اثنين سي بي منا ومن هنا، بقى تي واحد وتي ثلاثة، هاي تي واحد وهاي تي ثلاثة. زين ينزل السي بي، اذا التي او واحد ناقصا التي او ثلاثة قلنا هو نفس التي او اثنين ناقص تي او ثلاثة. ليش احنا قلنا تي او واحد والتي او اثنين ايش بيهم؟ متساويين. كان بالكمبريسرات التي او اثنين تساوي التي او ثلاثه. لا هسه التي او اثنين تساوي التي او شنو؟ واحد. فنفس الطرح السي بي تي او واحد ناقص تي او ثلاثه نفس السي بي في التي او اثنين ناقص تي او ثلاثه. زين ويساوي لنا التي او ناقص تي او، قلنا هاي قانون ايضا
هو اليو في السي اي في تان البيتا زائد تان البيتا 3. شو استنتج؟ استنتج مو معناته تي 1 ناقص تي 3 يساوي لنا هذا مقسوم على السي بي لو لا. يعني نقدر نقول التي 1 من هسه هذا يساوي الدبليو، وايضا هذا كله يساوي الدبليو، فمو معناته هذا يساوي هذا، فمعناته السي بي تي 1 ناقص تي 3 يساوي لنا اليو في السي اي الى اخره. بيت تان البيت 2 زائد تان البيت 3. اوكي ذا المساويات، فصارت اذا اقول تي 1 ناقص تي 3 هو نفس اليو في السي اي تان بيت 2 زائد تان بيت 3 على السي بي اللي هو هذا. خليها على جانب هذه، كانما حصلت على اول شنو؟ حصلت على مقام القانون مال الديجري اوف رياكشن حسب المثلثات. هسه عوف المثلثات، سي بي 2 ناقص شنو؟ تي 2 ناقص تي 3 مو يساوي لك نصف في الفي 3 تربيع ناقص الفي 2 تربيع؟ منين اجى هذا القانون؟ هذا القانون منين اجى؟ هذا اجى القانون لان شو يسمونه؟ يعني هاي تي 2 ناقص شنو؟ تي 3. لو تريد تعوض مكانها التي اوات، مو يصير تي او ناقص وتي او ناقص السي تربيع على او الفي تربيع على 2 سي بي، فكانما بدلتهم بدلاله السرعه، السرعه تربيع صحيح لو لا؟ السي بي هذه كانما منها جايه، كانما هي هنا بالاصل سي بي، يعني هاي السي بي كانما هنا صايره دلاله السرعه. زين احنا مو ندري انه كل في حسب المثلث، حسب المثلث مو نقدر نقول السي اي هو و يعني المثلث تخيله العمود الواقف سي اي والمائل في وهاي الفي طبعا اللي يسمونها خلينا نقول السرعه النسبيه بيناتهم السرعه بيتا، فالسي اي من تقسمها على كوساين البيتا مو يطلع لك الفي لو لا، فبدل الفي 3 تصير السي اي في 1 على كوساين البيتا 3. واحد على الكوسان هي سيكن، لانه الفي تربيع صارت سي اي تربيع سيكن تربيع البيتا 3 ناقصا هاي الناقصه البيتا 2. نفس الحاله هي عباره عن السي اي تربيع على كوساين، واحد على الكوساين سيكن وتربيع صارت سيكن تربيع البيتا 2. طلع لي السي اي مشترك، طلع هاي السي اي مشترك. واضحه؟ زين حسب قوانين الدوال المثلثية سيكن تربيع البيتا 3 وسيكن تربيع البيتا 2 راح يتحولون إلى التان تربيع البيتا. ليش؟ شلون كأنما نقول السيكن تربيع هي 1 ناقص التان تربيع، مو صحيح؟ أو التان تربيع العفو ناقصا 1، وهاي أيضا تان تربيع ناقصا 1، فالواحد راح يروح ويا الواحد ويصفى لي تان تربيع البيتا 3 ناقص تان تربيع البيتا 2. يعني قلت لك السيكنات سيكن تربيع هو عبارة عن 1 ناقصا التان، العفو تان تربيع ناقصا الواحد، وهاي تان تربيع ناقصا الواحد سالب يدخل يصير موجب واحد، وهاي سالب واحد راح الواحد ويا الواحد، بقى تان تربيع ناقصا التان تربيع. هاي العلاقة. زين اذا اي شيء يساوي لنا؟ عرفنا تي 2 ناقصا تي 3 اللي هي هذه، طبعا هذه على السي بي، وعرفنا تي 1 ناقص تي 3 هذه، فراح تقسم هذا القيمة اللي هي على السي بي على هاي القيمة اللي هي على السي بي، يختصر السي بي ويا السي بي يصفى لي هذا. هذا من المعادلة الثانية اللي اشتغلتها، وهذا من أول معادلة اشتغلتها. زين لاحظ لي البسط، بي تان تربيع البيتا 3 ناقص تان تربيع البيتا 2، مو فرق مربعين، يصير جذر الأول إشارة الوسط ناقصا جذر الثاني، هذا القوس الأول في القوس الثاني جذر الأول زائد جذر الثاني، صار فوق عندي كأنما تان بيتا 3 ناقصا تان بيتا 2 في تان بيتا 3 بدون ترابيع زائدا تان بيتا 2، فرق مربعين. القوس ابو التان بيتا 3 زائد تان بيتا 2 يختصر ويا هذا، صحيح؟ فيصفى القانون الاي تساوي سي اي تربيع على 2 يو سي اي، تروح السي اي ويا التربيع يبقى بس سي اي، فصارت سي اي على 2 يو في شنو؟ احنا قلنا هذا ابو التربيع راح، يعني سوينا قوسين، قوس من عندهم موجب وقوس سالب، الموجب اختصرته ويا الجو بقى فوق السالب، يعني تان بيتا 3 ناقص تان بيتا 2، هاي الديجري اوف ريكشن. عندي فد شيء اسمه الفلو كوفيشنت اللي هو الفاي، هذا الفاي قانونه ثابت سي اي على اليو، بعد
هسه سي اي على اليو بهذا القانون ابو الاي، سي اي على اليو بدلها بمن فاي، فراح يصفى القانون مال الاي فاي على 2 في تان بيتا 3 ناقص تان بيتا 2. شوفه يعني هاي الفاي هي مكان السي اي على اليمن على اليو. ايضا عندي كوفيشنت اخر باليد لودنج كوفيشنت الابساي، هو الدبليو على اليو تربيع في على 2، مقام المقاميس على البسط تصير 2 فوق في الشغل على اليو تربيع، هاي اليو تربيع الاثنين فوق الشغل مو سي بي في الدلتا نوت لو لا. اذا صار 2 سي بي مو صحيح يو تربيع. السي بي في الدلتا تي نوت مو هو شو يمثل لي؟ يمثل لي الشغل لو ما يمثل الشغل؟ يمثل الشغل، فهو مو عباره عن سي اي في اليو في تان بيتا 3 زائد تان بيتا 2، تروح وحده اليو الفوق ويا وحده من اليوات الجوه، المهم يصفى لي هذا القانون 2 سي اي على اليو في تان البيتا 3 زائد تان البيتا 2. السي اي على اليو هو فاي، فاذا صار القانون 2 فاي في تان الالف البيتا 3 زائد تان البيتا 2. عندي حاله خاصه من حالات العمل اللي هي انه تكون الديجري اوف رياكشن نص. الديجري اوف رياكشن شو تكون؟ نص. فاذا كانت نص او 50% نوبات يقول، يعني دي يقول 50%، شو تصير؟ تصير عندي هاي العلاقة الأولى، واحد على اليمن على الفاي يساوي تان البيتا 3 ناقص تان البيتا 2، هاي حالة خاصة فقط لما عندي الرياكشن يساوي لنا نص degree of reaction. أصلاً الفاي بهذا القانون هو من هو؟ هو مو عبارة عن اليو السي اي على اليو، صارت اليو مقام المقام يصعد بسط يصير يو على السي اي يساوي تان البيتا 3 ناقص تان البيتا 2، مو هي نفسها تان الالفا 3 ناقص تان الالفا 2؟ العفو، تان الالفا 2 ناقص تان الالفا شنو؟ 3. تقدر تنقل واحد على الثاني صف بهاي الحاله. اصلا انت عندك بحاله الاي يساوي لنا نص، البيت الالفا 2 نفسها البيتا 3 والالفا 3 نفسها البيتا شنو؟ 2. حاله خاصه فقط لما تكون عندك شنو؟ لما يكون عندك الديجري اوف رياكشن نص. الحاله لما تكون عندك سي اي سي 1 تساوي سي 3 يصير الالفا 1 نفس البيتا 2 ونفس شنو؟ الالفا 3. هاي لما شو يسمون هاي الريبيتد ستيج، لا تتذكروها قلنا مرحله تشبه مرحله. عندي اللوس كوفيشنت، معامل كوفيشنتس، معاملات الخساره. عندي معاملات الخسائر نوعين، عندي معاملات خسائر بالنوزل، نوزل اقصد بيه الريشه الثابته، عندي معاملات خسائر شنو هي؟ بالروتر. اللي بالنوزل خلينا ناخذها اول شيء، بيها اكو نوعين من الخسائر، اكو نوع يسمونه اللمدا اللي هو يسمونه الانثالبي لوس كوفيشنت، خسائر او معامل خسائر الانثالبيه، لانه دا اشتغل بالنوزل سميته اللمدا ان. وعندي خسائر اخرى ايضا يسمونها، هاي طبعا بعدني بمن دا اشتغل باللوس كوفيشنت فور ذا نوزل فينز، يعني اللي هو بالنوزل الريش الثابته. الخسائر الاولى كانت الانثالبيه لوسز كوفيشنت، يعني خسائر الانثالبيه سميناها لمدا ان. عندي خسائر الاستاجنيشن بريشر سميناها واي، واي ان، ان يعني لوسز، العفو ان يعني نوزل، فالواي ان خسائر الواي هو من هو؟ ذا استاجنيشن بريشر لوس، the stagnation pressure loss، the stagnation pressure loss coefficient. كل واحد له قانون، قانون هذا هو عبارة عن T2 ناقص T2 داش على C تربيع على 2 CB. بالمناسبة C2 وال C2 داش ال C2 هي ال actual temperature، وهنا ال isentropic temperature، يعني هاي اللي هي الخط المستقيم للإجراء الايزنتروبي، وهاي تي 2 لما يكون عندي الخط مايل، يعني لما يكون عندي حقيقي، وهذا هو مثالي على السي تربيع 2 على 2 سي بي. عفوا. قانون الاخر اللي هو قانون الستاجنيشن بريشر لوس كوفيشنت هو البي او 1 ناقص البي او 2 على البي او 2 ناقص البي 2. اذا الدلتا بي نوت بين الواحد والاثنين على النصف الرو في السي تربيع. نروح للروتر، هسه انا اشتغلت بمن هسه للنوزل، النوب المن للروتر. فايضا الانثالبي لوس كوفيشنت ترمز له بالرمز ار، ف
فالـ R لمدا R يعني الـ R هي الروتر، فالألفا اللمدا R هو عبارة عن T3 ناقصا T3 دبل داش، انتبه على هاي الدبل داش، على الـ V 3 تربيع على 2 سي بي. فيما يخص الـ T دبل داش 3 هي عبارة عن الـ TO3 Stagnation Temperature at the Exit of the Turbine في الـ B3 اللي هو الـ Static Pressure at the Exit على الـ BO3 اللي هو الـ Stagnation Pressure at the Exit أس جاما ناقص 1 على جاما. الـ V3 تربيع إلى الـ C2CV هي نفسها TO3 Relative ناقصاً شنو؟ ناقص 3. هذه هي من ايش اسمها؟ اسمها الفاينل تمبرتشر، اخر درجة حرارة. ستاتيك طبعا. انتبه عليها ستاتيك وليس ستاجنيشن. ستاجنيشن ام النوت. الواي ار اللي هو ذا ستاجنيشن بريشر لوس كوفيشنت هو عبارة عن الدلتا بي نوت على النصف الرو في الفي 3 تربيع، لان هو بالاصل هو البي او 2 الريليتيف ناقص بي او 3 الريليتيف على البي او 3 الريليتيف ناقص البي 3. هنا ننتهي إن شاء الله الشرح، حتى إن شاء الله نبلش بالأسئلة حتى نقدر نعرف شلون نتعامل ويا كل سؤال من الأسئلة.